افتتح في صالة الخنج في حلب معرضا فنيا بمشاركة مجموعة من الشباب، ضم عشرات اللوحات التي أنجزت بطريقة حرفية وأظهرت جمال اللون بطريقة مختلفة. معرض رونق طبعا بمشاركة كوكبة من فنانات المبدعات من مدينة حلب، هو رسالة للعالم بأن مدينة حلب، هذه المدينة التي تعرضت للإرهاب الفكري الظلامي، قد تعافت، والآن نشاهد هذا المعرض المهم الذي ضم أكثر من 35 عمل بجهود شابة ومتألقة، تقدم رسالة بأن هذه المدينة التي حملت رسالة الفن التشكيلي عبر عقود طويلة هي مدينة ولادة بالإبداع وبالفن وبالتشكيل. نحن عم نقارن هذه التجربة كيف تطورت إلى هذا الحد من الشكل. شيء مبشر حقيقة، والتجربة رغم ظروف الأزمة والظروف اللي عم نعيشها حقيقة بالحياة، ما زال هناك فنانين شباب عم يطوروا أدواتهم ويطوروا وظائفهم بحيث يأدوا المرحلة الجمالية المطلوبة خلال هذه المرحلة. رونق اسم المعرض الفني الذي قدمه كل من آلاء وتمارا وياسمين وبيان، مؤكدين أن الفن هو رسالة هامة لتقديمها لكل الشعوب، وتعبر عن مكامن عديدة مهمة تشبه ثقافة البلدان وحضاراتهم. في تجارب مختلفة، عجبتني تجربة التعامل مع السينما يعني أكثر شيء، والرقص يعني في تجارب مختلفة متقاربة، يعني في تجارب متقاربة، بس عجبتني عند الشباب روح التفاؤل. شاركت اليوم ب 26 لوحة، حبيت يكونوا لوحات صغار بسيطات يعبروا عن الألوان، وعملت فيهم الكولاج، يعني حبيت الكولاج وحطيت جبصين وحطيت ورق ذهب وحطيت الخرز، حبيت إنه أعمل غير أسلوب، حبيت أطلع من الحالة اللي إحنا فيها. لازم واحد ما يوقف، إنه رغم الظروف والحرب ويعني الحياة رح تستمر، ولازم نعمل شيء الإنسان يتفائل فيه، سواء عن صعيد الاجتماعي أو الصعيد العملي أو المهني، فلازم واحد يعني يتقدم رغم الظروف، يتقاوى عليها ويتقدم إن شاء الله، وأكيد يعني يكون في أمل دايما، ولازم واحد ما يفقد الأمل. حبيت أشارك بهذا المعرض لحتى يكون لنا خطوة جديدة بهاي الحياة، ننطلق منها طبعا وننهض فيها. حبيت أعمل لوحات شوي تعبيرية بتعبير عن الحالة اللي بيعيشها الإنسان. دائما الحالة اللي بيعيشها الإنسان بتكون يعني بتسيطر على ملامح الوجه. الفكرة إنه بدها صورة عم بتضوي فيها على مواقع الأثرية ليوصلوا للكل، عاصرت هي الحرب الشيء المتضرر، حاولت إنه بصورة تعطي شوية أمل، تعطي حياة حيوية. الحضور من جانبهم عبروا عن سعادتهم من جيل الشباب الذين يحملون بصمة خاصة في عالم الفن التشكيلي، ويسعون إلى الاستمرار بإقامة المعارض الفنية في حلب.